يعني كالعادة تثير ردود أفعال متباينة، ناس مؤيدة ناس معارضة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك للأخ صادق سعدون وللمشاهدين الكرام. يعني تعودنا على هذا الموضوع في كل استدعاء للمنتخب الوطني، تبرز يعني أمور كثيرة، منها الداعم ومنها يعني المنتقل للتشكيلة. لكن بشكل عام أعتقد أن التشكيلة يعني جيدة، بيها مجموعة من اللاعبين الجدد اللي قدموا مستويات جيدة بالدوري، وبالتالي استحقوا أن يكونوا ضمن المنتخب الوطني. وهذا يفتح باب لبقية اللاعبين اللي بالدوري أيضا، أنه أنت اجتهد وقدم مستوى جيد مع فريقك وحافظ على مستواك، وبالتالي ممكن أن تكون أنت ضمن المنتخب الوطني. والأمثلة كثيرة. يعني يعجبني أن اللاعبين مثلا فيصل جاسم، اللي تعرف أنت فيصل كان من نفط وبعدين بالشرطة، وكل تلك الفترة كان يقدم مستوى جيد، جاء النفط الوسط بنفس الطريقة يقدم. قبل لا ندخل بالأسماء دكتور، عفوا، نعم. أنت قلت تشكيلة جيدة كبداية، نعم. الكابتن صادق سعدون ربما يختلف وياك بهذه الرؤية، لديك منشور تقول تلعب ما تلعب مكانك محجوز بالمنتخب كابتن. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك كابتن وكل مشاهدين ومتابعين قناتك الكريمة ودكتورنا وأستاذنا كابتن نزار. تلعب ما تلعب أنت بالمنتخب. أي من خلال يعني اليوم هسه حتى ندخل رأسي، من خلال التشكيل ومن خلال الدعوة للاعبين، نشوف يعني لاعبين مثلا بعيدين عن اللعب أو لاعبين مستوياتهم غير جيدة، نشوف أسماءهم موجودة، فهذا اللي يخليك أنه يراودك شكوك كثيرة. ليش دورين مستمر وليش نلعب دوري إذا ما نقيس إحنا وما نسحب لاعبين على ضوء الدوري وعلى ضوء نتائج دوري وعلى ضوء المستويات اللي قدموها اللاعبين أثناء الدوري؟ لأن هذا منتخب وطني، من يجيب لاعبين يجيب من الدوريات، يا أما دورينا يا أما الدوريات الخارجية. من يصير دعوة للاعبين هم بعيدين عن اللعب، هذا يولد لك علامة استفهام كثيرة. إذا كانوا مثلا هم بالأساس غير ما يلعبون في فرقهم أو غير أساسيين في فرقهم، بالإضافة إلى أن هناك لاعبين مصابين وبعيدين عن المشاركات مع فرقهم أيضا موجودين بالدعوة، فهذا يخليك داخلك تحس أنه هذا اللاعب اشترك أو ما اشترك بالدوري، هو مكانه محجوز. هم ما ندخل بالأسماء كبداية، شنو التشكيلة تطلع من أربيل؟ حضرتك كاتب التشكيلة تطلع من أربيل. نعم نعم، تطلع من أربيل، لأن مدربنا ما واصل لبغداد، مدربنا ما جاي يشوف دورينا، مدربنا قاعد بأربيل. شنو جلوسك في أربيل مثلا؟ أريد اليوم هسه لو مثلا الكابتن باسد مداخلة أو أي شخص، أنه وجوده في أربيل شنو؟ حتى الشارع يعرف أنه أنت بأربيل مثلا، شكو بأربيل؟ شنو الدوري؟ مجموعتين، واحدة ببغداد وواحدة بأربيل، لو شنو هي مجرد لعبة واحدة بالأسبوع بأربيل، يا أما يلعبون ملعبهم يا أما يروحون خارج ملعبهم. يعني لعبة واحدة يشوف بأربيل، أنت جلوسك بأربيل وقاعد هناك تسوون تشكيل وتسوون دعوات لاعبين، شلون اختاريت اللاعبين؟ شلون دعيت؟ نقل ويشوف المباريات. أكو نقل، إيش عدة جاي لأربيل؟ أقعد بصربيا، بسلوفينيا، وأقعد أكو نقل وتفرج على اللعبات، ليش جاي لأربيل وتخسر الاتحاد وفنادق وأكل وشرب وجايب لك كادر كامل وتقعد بأربيل على شنو؟ إذا تقول أكو نقل، هاي على ضوء جوابك. واضح واضح، أنا آخذ وجهة النظر الأخرى اليوم. وأيضا هذا رأينا، وإحنا أجاوبك بلسان كتنج، عندي مساعد رحيم حميد في بغداد يتابع مباريات بغداد. زين ليش شنو المانع إنه أنت تحضر بغداد؟ بالعكس هذا دافع للاعبين، وأغلب فرقك أغلب لاعبينك أنت من بغداد. هسه من تجي للتشكيل 20 لاعب من بغداد، من بغداد ثلاث أندية، من الزوراء والجوية والشرطة، معناها ما مأثر أربيل بجلوسه. مو هذا مصداق؟ اي يعني قاعد بأربيل ده يسحب لك من بغداد ومن بقيه. زين غير اشوفهم انت، هل 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 معقوله الجويه 8 لاعبين يستحقون منتخب وطني انت من دعيتهم؟ هل من المعقول انه 7 لاعبين من الشرطه وشفنا مستوياتهم يستحقون؟ او 5؟ انا ما اريد اجيب اسماء، انا اليوم ما اتكلم على انه اجيب اسماء لا ابدا، بس اكو وجهات نظر. اتكلم السيد راضي الفنيشي قال احنا ما نريد ننتقد وما نريد، هذا مجرد وجهات نظر، مثل ما انت وجهه نظره انه اكو لاعبين يستحقون المنتخب. صحيح. قال انت اسماء، احنا هم نعطي وجهه نظر، احنا مو انتقاد. راح اسالكم أبداً. بالاسماء تستحق، التشكيله جيده ام غير جيده القائمه النهائيه؟ انا اشوفها غير جيده دكتور، غير جيده. المحللين ومعظمهم انا اليوم اتابع ردود افعال راح نعرضها وياكم، يقول التشكيله غير جيده. اولا من تستدعى مجموعه من اللاعبين، شوف العمود الفقري للتشكيله الاساسيه كم واحد. زين الان عندك 20 لاعب هم في كل دعوه موجودين،